السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نهضروا على سيادة السكان المحليين، على ثرواتهم وأقاليمهم كحل للإشكالية البيئية. نعتبر أن مشكل تلوث البيئة واستنزاف الثروات مرتبط بشكل مباشر بإشكالية الملكية وعملية السطو اللي كتقوم بها الطبقات الحاكمة والشركات العالمية. هاد العمليات ديال السطو اللي في الحقيقة ما توقفاتش منذ دخول المستعمر الفرنسي نهاية القرن 19 وكتواصل اليوم بأشكال جديدة، هو ما نسميه بالاستعمار الجديد، وهذا براسو خاصو حلقة كاملة. نعتبر إذن أن ضمان واحترام حق السكان المحليين في التقرير في مصير ثرواتهم اللي ورثوها عن أجدادهم هو الضامن لاستدامة هذه الموارد. ما يمكنش نتصوروا بديل إيكو اجتماعي من دون سيادة فعلية للسكان المحليين كجزء من الحل وماشي جزء من المشكل. ارتباط إشكالية الحفاظ على المجال الحيوي بمسألة ملكية الثروات الطبيعية وضرورة إخضاعها للسيادة الشعبية من خلال اعتبارها ثروات عمومية مشتركة يمنع الاستحواذ عليها من طرف أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين، وقف عملية تفويت الموارد الطبيعية لفائدة الشركات المتعددة الاستيطان وحلفاؤها المحليين، اعتماد تسيير عمومي تحت رقابة شعبية لكافة المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة عوض ما يسمى بالشراكة العمومية الخاصة. سيادة السكان المحليين على ثرواتهم واحد من بين الحلول. أمام هذا الظلم البيئي، حنا كنضلو إلى جانب العديد من المنظمات في العالم من أجل عدالة بيئية. طبيعة الحال هذا النضال من أجل عدالة بيئية ما غنديروهش بوحدنا، ولكن مع المعنيين المباشرين بهذا الظلم والضحايا ديالو، لأنه هما اللي يقدروا يوقفوه. ولذلك وجب التعريف ومساندة النضالات اللي كيخوضوها السكان المحليين من أجل الدفاع عن ثرواتهم الطبيعية، الأرض، الماء، الهواء، الشمس والمعادن. وهادو بعض المطالب اللي ممكن نضلوا من أجلها. النضال من أجل حمل الدولة على التخلص من التبعية ديالها الاستعمارية والمهينة بكل من فرنسا والعربية السعودية، القطع مع الوصفات الليبرالية المستوردة عبر مكاتب الدراسات ومنطقة التصدير، التكتل في جبهة مع دول الجنوب من أجل مطالبة دول الشمال وشركاتها بديون إيكولوجية.